وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. لأنه إنشاء مركز التحكم بعد ما جاء معالي الأمين وجه بإنشاء مركز التحكم كان يحتاج دقة ملاحظة وشدة المتابعة. الأنظمة كلها مع ذلك ما كانت يعني عقد واحد. إحنا كنا مجتهدين في إننا نجمع الأنظمة اللي تشوفها الآن واللي ما زالت تحت التنفيذ جزء منها بهدف إنه يصير في كنترول هنا. معالي الأمين أو أي قيادي بيجي في الغرفة هذه يقدر يعرف إيش قاعد يصير في المكان. تفضل استاذ علي. المؤشرات حقتي اللي بتقيس لي لوحة التحكم منها بعرف التفريغ. هي ثلاثة أنظمة تكاملية على فكرة الـ AVL مقسمة بين عدود النظافة، وكلها في النهاية بتصب لي في منصة مصغرة لإدارة النظافة اللي هي راصد النظافة. طيب هستعرض لحضراتكم دحين النظام، بس هذه اختصار مؤشرات أحد الأنظمة اللي بتديني هي. البنات بيحللوا هذه المؤشرات وبيطلعوا لي تقارير الأداء اللي بيصير لي العقود. بتصب بعد كده الحرجات الأمان. طبعا هذا النظام ماكسيمو اوبن بروتوكول، فبالتالي حاليا او مستقبلا اقدر اربطه باي نظام في الامن. ثالث حاجه هو نظام التحكم بالاناره عن بعد زي ما هو موضح لي معالي الحين. محمد المطيري هنا وكيل الامين للبلديات. معنا الاستاذ محمد البقمي المتحدث الرسمي. محمد البقمي اشهر مندوب بجده، اشهر شخص في جده. طيب استاذ فاطمه حتتولى تطوير العمل البلدي او معالجه التشوه البصري، واليوم حيكون هنالك برنامج جديد اللي هي الرقابه المجتمعيه، ونطمح ان شاء الله يكون لكم دور فاعل فيها، لانكم من سيساعد الجميع في تحسين الصوره. هدفنا في الرقابه هو تحسين الامتثال، ولن ينجح مثل البرنامج الا بوجود العمل التطوعي اللي تقودونه، وتميزكم في السابق يعطينا دائما دافع اكبر ان تكون جده هي الرائده والقائده في مثل هذه الاعمال المستقبليه. ايضا مشاركتكم في برامج الحدائق وبرامج الاحياء كان لها دور كبير وصدى كبير في تطوير العمل وتشجيع الجهات الحكوميه في المشاركه بشكل فاعل، ولعلنا بدأنا نشاهد كثير من هالثمرات على ارض الميدان اللي في الاخير يعني هي منكم واليكم. هذا الصحن المفتوح هناك المحراب ابن عهد عمر رضي الله عنه، وهذه المنارة تسميها هذا رخام 500 عام محافظ عليه. ولما رممنا المسجد كان سيدي خادم الحرمين الملك عبد الله برا مسمي هذا المسجد مسجد اخر، اكتشفنا المحراب اللي بناها الخليفه عمر بن الخطاب رضي الله عنه موجود الان. اذا حبيت هذا لا قدام هذا الخارجي هذا الصحراء، اذا حبيت تشوفه طال عمرك. السلام ورحمة الله. اثر على نسيجها العمراني الحالي اللي هو كان التراديشنال او القديم، طبعا ظهور السيارات
فتم شق شارع الذهب وشارع الملك عبد العزيز، وكان وقتها عدد المباني ممكن يوصل لاكثر من 1000 مبنى، نزلت الى 600-650 مبنى تقريبا. هذا صهريج الماء نجمع الماء من فوق من السطح يا جماعه. وهذا يسهل في الصيانة. طبعا هذا يمكن أعمق من اللازم. لا بس هذا بتتكلم على كهرباء وعلى كل فوق. هل بدأ تشغيل فخ المياه؟ تمام بشغل عندي مانوال شوية وبعدين بدأ بستارت كله بخاف إذا أخش على حسب. طبعا نظام الإسباز المعالج بتاعت الحديث التحكم وراقبه تشغيل الدكن، تشغيل الدكن مصبين تاريخ بداية المشروع 24/12/2018، نهاية المشروع التعاقدية 26/5/2021، واخذ تمديد على تخطيط خط التخصصات 122 يوم، وصار نهاية المشروع بعد تمديد 26/9. التحديات ما عليك، الشارع شرق طريق المدينة عرض 52 متر، غرب طريق المدينة عرض 42 متر. في عشر متر ورقة ومشي الجنوب، هذا سببت لنا مشكلة في التصميم. نصيب الفرد في مدينة جدة. طبعا المشروع مقسم على جزئيتين، جزئية التصميم ومسمى التنفيذ. نحن الآن انتهينا من جزئية التصميم والإنارة الخمسة كامل وتكاملة، سواء كانت إنارة أو تصريف سيولة وغيرها. أيضا لو نلاحظ الآن في التصميم تم تشفير الطريق اللي هو الناحية الطريقين، سواء المتجه للشمال أو المتجه للجنوب، وبقية المنطقة بالكامل أصبحت مسطحات خضراء ومناطق بلاد الساحات وشواطئ رملية. عندنا طبعا حيكون متصل ممشى من جميع على كامل الأحلاف. زينت شواطئها بمشاريع تطويرية للمواجهات البحرية.
من إلهام طبيعتها مرورا برقي خدماتها وسؤلا لإسعاد ولدانها اليوم نشهد بداية جديدة لمرحلة جديدة أنيقة أكبر حديقة مركزية في مدينة جدة. الهدف منها نحن نوزع الزوار على الضغط ونخفض الضغط على الواجهات البحرية ويكون في عندنا أكثر من متنفس. طبعا المشروع تم استلهام الخطوط الرئيسية حقته من خلال رابط الحديقة بممشى رياضي متصل بطول تقريبا كيلو. الحديقة حتكون مراقبة بالكامل بمركز التحكم وتغطية بالكامل لكاميرات للمراقبة. طبعا كاميرات المراقبة اللي استخدم البالانس ما بين الفعاليات وما بين المناطق الاخرى من المطاعم وهذا بحيث التركيز يكون على الفعاليات. طبعا في بالنسبه للتصميم طبعا
شفنا طريقه انه بيشتغل.